وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ترند شو، بناخذكم فيها بجولة لنستعرض أهم الأخبار والأحداث اللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ورصدناها لكم. اتفاعل المتابعين مع فيديو ولي العهد سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني اللي تفقد خلاله مصابي المستشفى الميداني الأردني في غزة، وظهر سمو ولي العهد خلال جولته وهو بيطمن على المصابين المتواجدين حاليا للعلاج بمدينة الحسين الطبية بعد إجلائهم من المستشفى الميداني في قطاع غزة. بس ان شاء الله امورك تمام هلا بتقولوا شباب الحمد لله الحمد لله قدمت واجد معنويه عاليه المعنويه عاليه سيدي الحمد لله سيدي جونا على الطوارئ دخلنا مجموعه تمريض على الطوارئ فجأة المصاب اطلاقنا على باب المستشفى وبعدين على الحديقه الطبيه احنا واجبنا سيدي نقول واجبنا الحمد لله ان تكون ولي العهد ضمن جولته اللي رافقه خلالها مدير عام الخدمات الطبية الملكية والفريق الطبي المشرف عليهم اطمن على المصابين بعد ما استمع لشرح عن حالتهم الصحية وعبر سمو الأمير حسين عن أمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين. تحقيقا لرؤية جلالة الملك عبد الله بالتخفيف على الأشقاء في فلسطين بكل السبل، الدكتور حسن حماد مالك مستشفى الحنان أعلن من خلال صفحة المستشفى الرسمية بالفيسبوك بتكفل المستشفى بعلاج الأسيرة المحررة إسراء الجعابيس وتوفير السكن لها، وشفنا كمان المدير الفني لمستشفى الحنان والمتطوع في 6 جمعيات دولية خيرية الدكتور بسام الزعبي في فيديو حصد إعجاب الكثيرين وهو بيحكي عن رغبة المستشفى بعلاج إسراء وغيرها من الأسرى المحررين، ووجه رسالة لكل العالم معجونة بصوت الضمير للوقوف مع أهالي فلسطين. أجت على الأردن أن الكل بده يساعدها لأي جويح من فلسطين بيتي موجود، فهذا شرف عظيم بكل لإلي ووسام أضعه على صدري مدى الحياة. من المنطلق الإنساني والواجب الديني اللي بربطنا في الشعب الفلسطيني الشقيق هو بلد واحد، توجه رسالتي للعالم انه الكل يوقف في هذا المنحنى مع اخواننا في الضفه وفي القطاع. روح الروح العبارة اللي انتشرت كالنار في الهشيم بين الناشطين على مواقع التواصل بعد ما شفنا جد وهو بيحتضن جثمان حفيدته روح الروح ريم اللي كانت ضحية غارة إسرائيلية. تعاطف كبير مع الجد المكلوم اجتاح مواقع التواصل، حتى انه البعض نشر رسوم للجد وهو بيحتضن جثة حفيدته مكتوب عليها روح الروح. الرجل الستيني الملقب بأبو ضياء ظهر في فيديو جديد على مواقع التواصل وهو بيحكي عن آخر ذكرياته مع حفيدته ريم. وعملت لها عقصة شعرها، عقصتين دائما بتحب العقصة، بقى شعرها مفلوت، باي هي روح الروح اصلا، هي ريم روح الروح. ريم هذه روح الروح. نستنى نعمل عيد ميلاد 23/12، احنا انا وياها عمل عيد ميلاد. الحين عملوا مش حعمل. مستحيل اعمل. اعمل الي بدونها. المشتكى الى الله بس. الاحتلال اللي سرق الأرض والأرواح بيواصل سرقته حتى للمقتنيات الشخصية لأهالي غزة اللي تهجروا قسراً من منازلهم. فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً وأثار الغضب بسبب جندي إسرائيلي اللي حول أنقاض ركام الحرب لمسرح بعد ما ظهر وهو بيعزف على آلة الجيتار وبيغني فوق أنقاض المنازل اللي دمرها الاحتلال. الجندي ماتين غوهن اللي نشر الفيديو لمزاجه المريض في ذروة الحرب أثار تساؤلات لدى رواد مواقع التواصل من أين حصلت على الجيتار؟ الرجاء من صاحب الجيتار العازف الموسيقي الفلسطيني حمادة اللي كشف بمشهور عبر الانستغرام أنه هالجيتار الذكرى الوحيدة المتبقية لإله من والده اللي توفى بعام 2014، وعبر حمادة عن صدمته من سرقة الجيتار ورجع نشر مقطع إله هو بيعزف على الجيتار نفسه قبل الحرب. رغم الدمار والوجع دائما
دائماً هناك في بصيص من الأمل ومجال للفرح مهما كان بسيط. وفي غزة توثق هذا الشيء على أرض الواقع خلال حفل زفاف العروسين في مدرسة للإيواء بقطاع غزة. رغم دمار بيت الزوجية وقاعة الأفراح، احتفل ماجد وسارة بزفافهم في مدارس للإيواء ليزيد هذا الحدث رغم بساطته حالة من السعادة والبهجة المفقودة في غزة بعد الحرب اللي شنها الاحتلال على القطاع. احتفل العالم قبل أيام بيوم الطفل العالمي اللي إجا هالسنة وأطفال غزة بيودعوا الحياة بسبب صواريخ الاحتلال. صواريخ حصدت أرواح أكثر من 5000 طفل منهم، وفي الوقت يلي الأطفال بمختلف أنحاء العالم بيهتفوا لأطفال فلسطين وبيعلنوا تضامنهم معهم بالصوت والكلمات والدموع والأحاسيس. بيواصل الاحتلال الاحتفال بيوم الطفل العالمي على طريقته الدموية بتدمير وقتل الأطفال بشتى الطرق، وهاي المرة من خلال أغنية أطفال جيل النصر كما أطلق عليها الاحتلال. سنقتل الجميع في غزة ونعود آمنين، دعوات صريحة للقتل والتدمير والإبادة الجماعية. حملتها أغنية أداها أطفال إسرائيليين بيوم الطفل العالمي وأثارت غضب العالم وإشمئزازه، وأكدت على دموية ووحشية الاحتلال. ردود الأفعال الغاضبة دفعت هيئة البث الإسرائيلي لحذف الأغنية من حسابها بعد فترة قصيرة من نشرها. بعدي بنتي الأميرة آيلا بمناسبة عيد ميلادها الثاني هذا التفجير رح تكوني فخورة. هاي الرسالة وجهها جندي صهيوني لبنته بمناسبة عيد ميلادها بعد ما أخذ موافقة رسمية من الجهات المختصة في الجيش الإسرائيلي لتفجير مبنى كامل في غزة من أجل تقديمه كهدية إلها. الاحتلال اللي عاد فساد على أرض غزة مستمر بتقديم قبحه بكل الوسائل، وبحسب المقاطع المصورة شفنا المبنى السكني المكون من عدة طوابق أثناء تعرضه للانفجار والسقوط. يا جيا تخنطك غي كان עשר שלנו בעוד עשר, תשע, שמונה, שבע, שש. المتابعين على مواقع التواصل اعتبروا هذا الموقف اللي تكرر بصورة مختلفة من بداية الحرب انعكاس لأخلاقيات الاحتلال الإسرائيلي ووحشيته. أحلام أطفال غزة بسيطة كحلم أي طفل، وكلنا قبل أيام شفنا فيديو وثقه الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق للطفل عاصف، وهو بيحكي عن حلمه بلقاء حارس مرمى منتخب المغرب ونادي الهلال السعودي ياسين بونو. وبعد ما نشر الصحفي الفيديو للطفل يلي انبترت قدمه أثناء العدوان على غزة، موجة تعاطف كبيرة اجتاحت السوشيال ميديا، ومع انتشار الفيديو استجاب بونو لرغبة عاصف وجرى بينهم مكالمة وثقها الصحفي على حسابه بالإنستغرام، ووعد بونو عاصف إنه رح يلتقي فيه عن قريب. نفسي أشوفك يا ياسين، والله أنا من حلمي إني أشوفك. أنا صادر موعدك وراح أشوفك الساعة 12. متى متى إن شاء الله؟ حبيبي. آه. إن شاء الله راح أشوفك. بعد هاي المكالمة بكى الطفل عاصف من شدة التأثر وحكى حققت واحد من أحلامي. إيش صار معاك؟ حققت حلم من أحلامي أن أكلم السمبون. يا الله. بسم الله منصدم. مصدوم؟ مصدوم. يا الله. تعددت طرق تقديم الدعم والتعبير عن مساندة غزة، وحتى في مجال عالم الأزياء شفنا هالشي من خلال عدة طرق، سواء من خلال تصميم الملابس المرتبطة بغزة والاعتراض على المجازر بالملابس الملطخة بالدماء. مصمم الأزياء السوري محمد السلكة اختار بأنه يختم عرض الأزياء الخاص فيه اللي صار في مدينة أزمير باستعراض الكوفية الفلسطينية، وشفنا كولكشن فساتين من تصميم محمد اللي لبسوا العارضات خلال العرض وزينوا بالكوفية الفلسطينية كنوع من الدعم. يا
تفاعل كبير مع عرض قدموه شبان أتراك اعتراضاً على مجازر الاحتلال في غزة، وهدول الشبان وبطريقة مبتكرة حبوا يعبروا عن فظاعة مجازر الاحتلال على طريقتهم من خلال تقديم عرض ألعاب خفة في الأماكن العامة لفضح جرائم الاحتلال. هدول الشبان حبوا يوصلوا رسالة لكل العالم من خلال هالعرض اللي عبروا من خلاله عن رفضهم لهالمجازر، وطلبوا بتوسيع دائرة الاحتجاجات في كل العالم ومقاطعة كل مين بيمول مجازر الاحتلال. Burada sihirbazlık gösterisinde bir ailenin yok edildiğini hep beraber seyrettik. Fakat İsrail gerçek manada çoluk çocuk gözetmeden her gün onlarca aileyi yok ediyor. بطريقة ساخرة ومشاهد كوميدية عبر الفنان الأيرلندي تاغ هيدي عن سخريته من كذب الاحتلال وتحريفه للحقائق. Right and stung me. Oh, so I saw him fly back in next door, right? And I was about to chase him in and you know swat him, but then I thought, hold on a second, out. That place is a shithole. Like you know that family are really uncivilized. You wouldn't know what you'd catch. So I was left with no choice really. Go on. I had to burn the house down. What? Yeah, just kind of torched the place. With the occupants inside. Did you hear what I said? I was stung. Stung like no one's ever been stung before. You remember who the victim here is. Sorry, yeah. مقاطع هيكي اجتاحت مواقع التواصل من بداية الحرب على غزة ونالت أعجاب المتابعين، وكان آخرها مشهد تمثيلي ساخر لكيفية تصرف الاحتلال الإسرائيلي مع المدنيين في غزة وكيف الاحتلال يزعم اكتشافه للخطط. No, it's actually fine, because I gave them a warning. How so? Just before I set the place on fire, I shouted inside, everyone, get upstairs! The bee's in the kitchen! It's not my fault the bee moved. Don't look at me, blame the bee. Any regrets? Just one, actually. When the house was ablaze, one of the kids in the family, I think it was a little girl, just jumped out the bedroom window and broke both her legs. And I just walked over to her and just very, very gently lay by her side, whispered in her ear, do you condemn the bee? And she didn't. الفنانة التشكيلية التونسية نادي الكعبي اختارت طريقة فريدة للتعبير عن مشاعرها اتجاه ما يحدث في العالم من حروب باستخدام دمها، وفي أحد المعارض التشكيلية في تونس قدمت نادية لوحات بتحاكي مرات الحرب انطلاقاً من سيلان الدم اللي منشاهده بهالحروب، ومن هون اجت فكرة إنتاج لوحات فنية باستخدام الدم كمادة أساسية للرسم. جاتني على طول الفكرة اللي حبيت نخدم بالمادة الدم، مادة الخام هذيك اللي نجم نعطيها اللي هي دمي، والخدمة اسمها دمي. نادية رسمت الكوفية الفلسطينية وزينتها بدمها، معتبرة هالشيء أقل شيء ممكن تقدمه تضامناً مع الفلسطينيين. فعملت رسمت الكافية اللي يلبسوها اللي هو رمز فلسطين، معنى الرموز اللي في فلسطين كان رموز تونس هكا، واللي وحطيت الحجار خاطر الفلسطينيين إن شاء الله باش تتبدل الحالة، ما توا عندهم الحجار والدم. أهالي غزة بيكافحوا عشان يتمكنوا من توفير متطلبات الحياة اليومية من شربة مي نظيفة وحطب لصناعة الخبز وغيرها من المتطلبات الأساسية، وضاعفت معاناتهم مع دخول فصل الشتاء والحاجة لتوفير مصادر الطاقة. هذا الشيء دفع طفل من غزة ليلاقي حل لو بسيط عشان يوفر تدفئة لفصل الشتاء. الطفل بلش بجمع مخلفات طحن حبات الزيتون من المعاصر عشان يحولها لوقود. بياخذوا لنا النار بطبخ عليه عشان بدنا حرب وفيش غاز ولا حاجة ولا نار بطبخ عليه. بديل عن الغاز وبستخدمه للنار عشان يولعوا الأدوات اللي بستخدمها المدقة والقالب والمخدة بقعد عليها وبقعد أدقدق وبقلب القالب. شفنا هالأسبوع تصدر هاشتاج مقاطعة فيلم الرعب سكريم بالجزء السابع ومع الشركة المنتجة ليلى، والسبب البطلة ميليسا بيريرا اللي تم استثنائها من العمل بليسا حالها حال كتير من الفنانين دفعت ثمن دفاعها عن القضية الفلسطينية، إذ تم استبعادها من بطولة فيلم سكريم الجزء السابع اللي أخذت بطولته بجزئيه الخامس والسادس، وبررت الشركة المنتجة للفيلم إنه ميليسا بتعادي السامية
ميليسا ردت على الاتهامات عبر خاصية ستوري بالإنستغرام: بصلي ليل ونهار من أجل عدم وقوع المزيد من الوفيات والعنف ومن أجل التعايش السلمي. التضامن مع ميليسا ما كان من الجمهور بس، حتى من الفنانين اللي دعموها، ومنهم الفنان جون كازويك اللي كتب على منصة إكس: من الجنون أنه يتم طرد هالفنانة بس عشان بتحكي الحقيقة. تم قطع الماء والطعام والكهرباء عن فلسطين وغزة تحولت لأشلاء. Summer nights, mid-July, when you and I were forever wild, the crazy days, city lights. حال من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديو لحفل زفاف العروسين مادلين بروكوي وجيكوب لوغرن اللي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس وامتد على مدار 5 أيام. العرس اللي أطلق عليه عرس القرن فاقت تكلفته 50 مليون دولار، وكأنه من حكايات ألف ليلة وليلة. حفل الزفاف اللي تم توثيقه على مواقع التواصل وحصد ملايين المشاهدات وأثار تساؤلات عند الجمهور: مين هما مادلين وجاكوب؟ وشو هالعروس اللي بيكلف 50 مليون دولار؟ ليتضح لاحقاً إنه العريس رجل أعمال وعروسته ابنة تاجر سيارات في أمريكا. وتوالت التعليقات الساخرة، منها: معقول كانوا يوزعوا سبايك ذهب على المعازيم؟ رقم جديد سجلته موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول شعر مستعار في العالم. النيجيرية هيلين ويليامز سجلت هذا الرقم القياسي بالموسوعة بعد ما تمكنت من حياكة أطول شعر مستعار يدوياً بطول 351 متر. استخدمت لصناعته 1000 خصلة شعر و12 علبة من المثبتات و6300 مشبك و35 أنبوب غراء، واستغرقت عملية الحياكة 11 يوم. وبتعتبر هيلين أنه هذا الرقم أفضل إنجاز حققته في حياتها. خبر أثار سخرية رواد مواقع التواصل بعد ما أرسل البروفيسور أستاذ الفيزياء كين أوم البالغ من العمر 86 عام حمض نووي للقمر حتى يتمكن الفضائيين من استنساخه. كين واحد من 7 أشخاص أرسلوا حمضهم النووي للقمر مع شركة اسمها ستيلاسيس المتخصصة بمواضيع الاستنساخ. وبيحكي أوم أنه بعد 30 أو 40 ألف سنة من هلأ يمكن يتم العثور على حمض نووي من قبل حضارات فضائية عندها تقدم تكنولوجي كبير، وبتأمل أنه يتم استخدام حمض النووي في حديقة حيوانات بين المجرات ويكون البروفيسور كين أوم قاعد بقفص مثلاً. بنحكي أنه بخلق من الشبه 40، بس أنه شبهنا بشخص ممكن يحط نبورته؟ هذا الشيء اللي صار مع نجم المنتخب الإنجليزي وفريق بايرن ميونخ الألماني هاري كين اللي وجد نفسه في ورطة، والسبب تشابهه بالشكل مع لص. مركز شرطة في إنجلترا وجه نداء للمواطنين عشان يبلغوا في حال تعرفهم على أحد اللصوص ونشروا صوره، وبعدها تولت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي حملت الكثير من السخرية إنه هاللص بيشبه لحد كبير من الهداف فريق بايرن ميونخ الألماني هاري كين. المغامرين في العالم كتار وتجاربهم تختلف من شخص لآخر، بس في منهم بيرفع سقف أحلامه لأعلى القمم وبيآمن بأن الأحلام رح تصير حقيقة في لحظة معينة. ومن هدول الأشخاص الشاب الجزائري عبد النور مداحي، وهو شاب من ذوي الهمم تمكن بعزيمته وإصراره على عكستين بتسلق قمة جبل كيليمانزورو بتنزانيا وهي أعلى قمة بإفريقيا ليكون أول جزائري يحقق هذا الإنجاز. السلام عليكم، شلونكم؟ بخير خير. اسمكم مداحي، متسلق المغامرة الجزائرية بركزتين ويتم بإعاقة حركية لكن أستطيع حتى المشي. كان حلمي أن أتسلق أعلى قمة في إفريقيا والحمد لله. نشكر بالبزاف الراعي الرسمي لأباك أبو ظبي الأول على يعني جعل كل هذه المأمورية يعني ممكنة وسهلة. أجواء جميلة بتسود مطعم فوتو في روما، فالإضاءة خافتة والموسيقى هادية وطاقم العمل جاهز لتلبية طلب أي زبون، مع أن المكان بيشبه معظم المطاعم ولكنه بيتميز بأنه الكلاب بتلاقي ترحيب بضاهي الاهتمام اللي بيناله أصحابها، وهذا الشيء يلي دفع رواد السوشيال ميديا بالتفاعل معه. ومش بس هيك، الكلاب بهالمطعم لهم قائمة أطعمة مخصصة وبخيارات متنوعة، وطبعا هاي القائمة خضعت لدراسة من اختصاصية في تغذية الحيوانات. تعليقات ساخرة على مواقع التواصل بسبب عضوة بارزة في مجلس مقاطعة هايلاند الاسكتلندية وهي بتنظف نوافذ منزلها،
المشكلة مش بتنظيف النوافذ، الغريب انه هالشي صار خلال مشاركتها باجتماع افتراضي للجنة المدينة. وبررت العضوة جالينس كامبل انه هالشي صار بانها نسيت الكاميرا الكمبيوتر على وضع التشغيل لترجع وتوقف تشغيلها بمجرد ما انتبهت عليها. حادثة سرقة غريبة شهدتها مدينة اسطنبول التركية. عملية السرقة تمت من غير لا تكسير ولا خلع أبواب ولا عنف، بس من خلال ريموت. عملية السطو على متجر المجوهرات تمت بفتح باب المتجر عن بعد عن طريق جهاز ريموت. الأمر اللي أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ما تسبب بإعادة مشاركة الفيديو لآلاف المرات، خاصة وأن اللصوص تمكنوا من سرقة مجوهرات ثمنها 250 ألف دولار. روبوتات على هيئة قطط آلية اجتاحت بعض المستشفيات في موسكو، والسبب تقديم المساعدات إلى الأطباء والمرضى والزوار. نائبة محافظة موسكو أعلنت بدء اختبار روبوتات جديدة في 3 مستشفيات بالعاصمة الروسية. الروبوتات المزودة بشاشات بتشبه وجوه القطط رح تساهم بتوصيل الطعام والإمدادات الطبية ومرافقة المرضى. نافورة ماء جديدة في مدينة فيينا النمساوية تثير السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة أنه أطلق عليها لقب الأقبح في العالم. النافورة اللي تم إنشائها احتفالاً بمرور 150 عام على إنشاء نظام المياه الحديث في فيينا سببت موجة من عدم الرضا نظراً لشكلها القبيح كما تم وصفها وتكلفتها المرتفعة اللي ما بتتناسب مع شكلها نهائي. هاي النافورة كلفت السلطات $2 مليون أمريكي. الطيران بالبدلة النفاثة على طريقة أفلام هوليوود صارت حقيقة. مؤسس شركة جرافيتي أندستريز البريطانية نشر فيديو اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي للقطات لاختبار جوي بالذخيرة الحية للبدلة النفاثة. الطائرة المزودة بمنظومة الأسلحة المحمولة المثبتة على الكتف، وأظهرت اللقطات التي تم تصويرها رجل هو عم بيطير على ارتفاع منخفض فوق الأرض وهو بيطلق عدة طلقات من مسدس آلي في الماء. ننهي حلقتنا لهالأسبوع على إيقاع الأغنية الجديدة لقيصر الغناء العربي كاظم الساهر Hold Your Fire اللي تصدرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي. القيصر من خلال هالأغنية حب يكرس الموسيقى لدعم السلام والجهود الإنسانية ويعبر عن دعمه لصمود الشعب الفلسطيني. القيصر اختار يغني هالأغنية باللغة الإنجليزية حتى توصل لكل الجمهور بالعالم وتسلط الضوء على العمل الإنساني. هاي الأغنية اللي قام بتلحينها أيضا كاظم الساهر رح يتم التبرع بعائداتها لدعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية.